لو دلال يبقى لسه والسنة دي لسه خاصة وجبنا الطريقة ريقة للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ديكا بأنتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا مساء الخير والصحة والجمال على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا بكم، لقاء جديد ويوم مختلف، حلقة جديدة وبرنامج 100 طريقة للجمال. كتير مننا بيعاني من موضوع تساقط الشعر سواء رجل أو امرأة. في حلقتنا النهاردة هنتعرف على أهم الأسباب اللي بتأدي لتساقط الشعر. هل بيبقى ليه أسباب وراثية؟ هل بيبقى ليه مشاكل هرمونية؟ هل بيرجع لافتقار الجسم لفيتامينات معينة؟ كل ده هنتعرف عليه النهاردة، وأكيد بنرحب بكل اتصالاتكم وأسئلة حضراتكم واستفساراتكم. بحب أرحب بضيفي الكريم دكتور أمير الشرقاوي، أخصائي الأمراض الجلدية والليزر وتجميل الجلد. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هنتكلم النهاردة عن أسباب تساقط الشعر، هنتكلم النهاردة عن العلاج إزاي بيختلف. في البداية سؤال مشهور، إيه هي أهم أسباب اللي بتؤدي لتساقط الشعر؟ بصوا طبعا هو موضوع تساقط الشعر ده موضوع كبير، فلازم قبل ما اتكلم على اسباب تساقط الشعر اعرف ايه دوره حياه الشعرايه او ايه الفتره اللي ممكن يقع فيها الشعر وامتى اقول ده تساقط او مش تساقط او ليه سبب او ملوش سبب. دوره حياه الشعرايه بتنقسم الى ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه واهم مرحله فيهم اللي هي مرحله النمو اللي هي الانجن فيز. دي مرحله الانجن او مرحله النمو دي اللي هي اطول فتره بتعيش فيها الشعرايه، بتديني الشكل اللي انا بشوفه قدامي للشعره. دي بتقعد من 3 لـ6 سنين يعني حسب المنطقه او حسب العامل الوراثي اللي موجود، وهي دي اطول فتره بتديني الشكل اللي احنا يعني الشعر اللي موجود عندنا ده كله المفروض ان هو موجود في فتره الانجن او فتره النمو. تمام. دي بتبقى المفروض 85% لـ95% من الشعر موجود في الفتره دي، عشان كده الاطول فتره فبتدينا الباترن او الشكل بتاع الشعر اللي موجود عندنا. الفتره الثانيه اللي هي فتره الثبات. الفتره الثالثه برده مهمه جدا اللي انا لازم اعرفها، اسمها التيلوجين. فتره التيلوجين دي او فتره سقوط الشعر. الفتره دي بتدبل فيها الشعرايه وبتقع. طيب امتى اقول ودي بقى تقريبا من 10 ل 15 الفتره الثانيه الثالثه الثانيه اللي هي الثبات. تمام. الفتره الثالثه دي اللي هي بيبني عليها سقوط الشعر اللي بنقدر نعرف على اسباب سقوط الشعر منها. الفتره دي اللي هي بتبقى حوالي 10 ل 15% من الشعر اقصى حاجه المفروض يقع، ده اللي بشكل طبيعي. بشكل طبيعي بنتكلم من 50 ل 100 شعرايه في اليوم. يعني حضرتك عايز تقول في اسباب طبيعيه بتؤدي لسقوط الشعر ده ما بيبقاش فيه مشكله، المريض ما عندوش مشكله اي واحده شعرها بيقع. فتره السقوط العاديه بتاعه الشعر اللي بقولنا من 50 ل 100 شعرايه، وليها اختبارات معينه ممكن نقولها للمريض يبقى كده يعملها في حد بيها سواء بشكل طبيعي او مرضي. تمام. تمام. ظهور سقوط الشعر زياده عن اللازم او ظهور عدد شعر كتير موجود نزل فتره قصيره، ساعتها بندور على اسباب. ممكن يبقى اسباب عاديه او ممكن يبقى اسباب ليها علاقه بالهرمونات زي ما سيادتك قلت. الاول سبب واهم سبب فيهم او اشهر سبب اللي هو فتره السقوط دي زادت، اللي هي فتره تيلوجين دي، عشان كده اسمه تيلوجين اوف لافيوم، اللي هي فتره السقوط دي زادت او عدد كميه الشعر اللي فيها زاد. طيب ليه؟ لها اسباب كتير جدا، من ضمنها يعني احنا بنتكلم على اسباب اللي هي الطبيعيه اللي احنا بنتعامل معاها. ممكن يبقى بسببها انيميا، ممكن يسببها ستريس، ممكن يسببها السشوار والفرد والمواد الكيماويه اللي بتحط على الشعر، البيسين، نزول البيسين او ميه كتير، او الكلور اللي موجود فيه، الضغط العصبي، الدايت نفسه او سوء التغذيه. الحاجات دي ممكن تزود الفتره دي او تخلي الشعرايه عرضه انها تقع في الفتره قبل ميعادها. ده اهم سبب اللي احنا بنتكلم عليه. في اسباب تانية، في اسباب تانية. احنا ممكن نتكلم على النوع التاني اللي هو فتره سقوط الشعر مش في فتره السقوط اللي هي الفتره الطبيعيه او زياده الشعر في فتره دي السقوط، لا، في فتره النمو نفسه. اللي هي من فتره الانجن اللي انا اتكلمت عليها اللي هي مده طويله، ودي حالات قليله وتبقى غالبا في حالات الناس اللي بتعمل تاخد يعني غالبا في فتره النمو ما بيبقاش فيه تساقط طبعا شعر. الشعريه دي فتره نموها. تمام. الطبيعيه دي غالبا بتبقى في فتره، الفتره دي بتبقى غالبا سقوط الشعر في الفتره دي بيبقى سبب غالبا اللي هو الكيموثيرابي او مواد معينه بتوقع الشعرايه، لان الكيموثيرابي بيشتغل على الخلايا سريعه الانقسام اللي هي خلايا سرطانيه، فبيشتغل برضو على دي خلايا سريعه الانقسام وفتره سريعه الانقسام لفتره الانجن او النمو. ده سبب التاني. في اسباب تانيه وهو سبب وراثي، وده من اهم الاسباب اللي احنا بنشوفها اليومين دول. يعني السبب الوراثي بيبقى ببص اول ما اشوف الحاله وليها شكل معين، ببص على باباها او مامتها او خالها اخواتها، بلاقي في عامل وراثي موجود في الموضوع ده. الشكل بيبقى قريب من بعضه، شكل الشعر او شكل سقوط الشعر بيبقى قريب من بعضه. ده ممكن يبقى بسبب هرمون،
يعني زيادة الهرمون، وعشان كده بيبقى مصاحب معها حاجات تانية زي مثلا هتلاقي فيه زيادة شعر في الوجه، في تكيسات في المبيض، في لخبطة في الدورة، أو الأعراض اللي بتظهر عند تخليني أتأكد إن هو ده بسبب زيادة هرمونات. مشكلة وراثية. وراثية وعامل هرموني، ما هو المشكلة الوراثية بتأثر على العامل الهرموني. زادت الهرمونات، هرمون الذكورة أو الإنزيم اللي بيحول هرمون الأنوثة لهرمون ذكورة. ده بيبقى يعني ليه أسباب كتير، قلت لحضرتك إن هو غالبا بيبقى وراثي. العوامل المساعدة اللي بتخلي الهرمونات دي تزيد زي إيه؟ أنا بتكلم على تكيسات المبيض. لما يبقى في تكيس في المبيض بيبقى معاه حاجات مصاحبة تانية، من ضمنها سقوط الشعر اللي هو الهرموني، أو بيبقى زيادة شعر في الوجه أو في الأماكن الغير مرغوب فيها أو أماكن ما كانش بيظهر فيها الشعر، أو ممكن زيادة الوزن برضو بتؤدي إلى خلل هرموني في بعض الأوقات. في أوقات بنعمل تحاليل ما نلاقيش سقوط الشعر، ما نلاقيش فيه هرمونات أو لخبطات هرمونات. ما يكونش السبب هرمون. أيوة، ما يبقاش يعني بيبقى وراثي بس هو مش هرموني. في الوراثة نفسها الريسبتورز أو المستقبلات بتاعة الشعر في الأماكن دي، اللي هي الأماكن المنظر اللي أنا قلت لسيادتك عليه، المستقبلات بتبقى عندها قدرة عالية للامتصاص الهرمون. حتى لو هو مش عالي قوي بتجيبه ويأثر عليها وتوقعه. الريسبتورز عالية وعندها أفينيتي عالية إنها تستقبل الهرمون ده، فبتأثر عليه برضو فتؤدي إلى سقوطه. ده بالنسبة لسقوط الشعر الهرموني اللي احنا بنتكلم عليه. في أنواع تانية، في نوع رابع مثلا ممكن أتكلم عليه اللي هو التراكشن ألبيشيا، أو اللي هو سقوط الشعر نتيجة الشد. نتيجة الشد. شد. وده بنلاقيه كتير جدا. لضغط نفسي مثلا أو لا نفسية. لا حضرتك بتتكلم عليه ده اللي هو حاجة اسمها ترايكوتيلومانيا. ده مرض نفسي بيؤدي إن احنا بنشد الشعر احنا بأيدينا. دي عوامل نفسية. ودي الشد إيه؟ الشد يعني ممكن طفله صغيره، ودي غالبا بتيجي في الاطفال، مامتها بقى عشان هي شعرها تخين شويه او خشن شويه، خشن مثلا، ايوه، عاوزه تشده عشان تنعمه، تمام، فبتشده جامد لورا او للجنب، فبيعمل ايه بقى؟ بيحول الشعر اللي هو التخين الى بيبي هير، فن بيبقى رفيع جدا، فبيحصل تلاقي قورتها سحبت لورا مع الوقت، بيبقى ودي على فكره من الحاجات الصعبه قوي في التعامل، لانها قعدت سنين تعمل الموضوع ده لغايه لما خلت شعر بتبقى صعبه في العلاج، بالذات لو هي في سن صغير هتعالج بسهوله، تمام، لان انا اقدر امنع الموضوع ده وامنع السبب. انما لو هي فتره كبيره، لو هي مثلا خلاص المده طالت، فبيحصل الشعر فعلا حصل له ضمور او البصيلات نفسها بدات تموت، فدي بتبقى رخمه شويه في التعامل. في اسباب تانية ممكن، اسباب العاديه زي مثلا ايه، الحمل والولاده مثلا، دي عوامل طبعا مساعده. فتره الحمل في بعض الناس بيزيد معاهم الشعر بيتحسن جدا على فكره. ده بيرجع ليه حضرتك؟ هو الهرمون ساعتها هرمون الانوثه بيزيد في الفتره دي، فبيؤدي الى تحسن الشعر. في ناس معاها الحمل لا بيؤدي الى سقوط شعر. طب لما بيؤدي لسقوط شعر بيبقى ايه السبب؟ غالبا برضو خلل هرموني، يعني هو طبعا الفتره دي، او بسبب الضعف اللي بيبقى نتيجه الحمل، انيميا ونقص الحديد والمينرالز ونقص الفيتامين بي والزنك، يعني في طبعا بخصوص ان الجنين بيمتص كل العناصر الغذائيه. والله هو تبقى بيبقى ممكن يكون اهمال من ممكن اهمال من الام نفسها. تمام. الرضاعه اطول اكتر فتره بيحصل فيها سقوط للشعر، وفتره الرضاعه مش معناها ان لازم تكون بترضع، لان المشكله دي بنقابلها كتير في العياده. أيوة. تقول لك انا ما برضعش يا دكتور. ايوه، هي فتره الرضاعه نفسها، يعني الفتره بتاعه الرضاعه، في رضاعه او مفيش رضاعه، الفتره اللي بعد الولاده بتاثر جدا جدا على سقوط الشعر. بنلاقي حالات كتير جدا وبيبقى سقوط شعر كبير قوي. لما بيحصل بقى الفتره دي تعدي، بتلاقي الموضوع رجع لطبيعته عادي ورجع الشعر لطبيعته. في اسباب تانية زي ممكن مثلا يعني ايه، تعلبه نفسها او اللي هو الالوبيشيا ارياتا دي بتبقى بتادي برضو الى سقوط شعر. بيبقى تعلبه عند النساء برضو يا دكتور؟ تمام، بيبقى ثعلبه وهي شايفه مثلا النسبه عند النساء. لا هي طبعا موجوده، هي ستريس، ليها علاقه بالستريس وعوامل نفسيه، وليها الاساس السبب الاساسي بتاعها اللي هو مرض حاجه مناعيه. عشان كده السبب بيسهل لي العلاج. لو نعرفت السبب هرموني هتشتغل على الهرمونات، لو السبب ضعف هشتغل على الفيتامينز والمينرالز. ضروري ان احنا نحدد السبب الاول عشان نقدر نبني عليه طريقه العلاج هتبقى ازاي. تمام. عشان كده بنلاقي الشكوى دي بتجيلنا كتير جدا. ان هما واحده خدت العلاج وتحسن شعرها جدا، تمام، وبعدين فادت العلاج لاكتر من واحده من زمايلها، في اتنين اتحسنوا وثمانيه ما اتحسنوش. وده طبعا بيرجع لاختلاف الاعراض او اختلاف الاسباب من امراه لاخرى. شكل الشعر نفسه بيفرق، قوه الشعرايه من واحده لواحده بتفرق، او طبيعه الشعرايه بتفرق طبعا، من بلد لبلد بتفرق. طبعا. والهرمونات بتفرق من واحده لواحده. انا لازم اعرف السبب. العادات الصحيه اللي بتعملها، في واحده بتعمل دايت مثلا او سوء التغذيه، من الاسباب الكبيره جدا في سقوط الشعر. الاكل اللي هو ناقص بروتين، لان هو الشعرايه اصلا تكوينها الاساسي من البروتين. تمام، انا كنت برضو لسه هكلم حضرتك عن سوء التغذيه وعلاقته بسقوط الشعر. اسمح لي اكمل لحضرتك الجزئيه دي، ولكن بعد الفصل. اعزائي المشاهدين، فصل صغير وهنرجع لكم تاني. لو دلال يبقى لسه، والسنة دي لسه خسة، وجمامي الطريق قريقة للجمال، والجمال من غير بوليكا، مش محتاج ميكاب انتيكا، زي ما احنا قلنا
حلقه من غير مزورة. لو دلال يبقى لسه والسنة دي لسه خسة وجنم الطريق قريقة للجمال. والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا في أنتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا. بلدي مرورة 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 بلدي مرورة. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل بنفكركم بموضوع حلقتنا النهاردة عن أسباب سقوط الشعر. لسه بنتكلم مع الدكتور أمير الشرقاوي. في البداية حابب أسأل سؤال للمشاهدين، هل تعتقد أن الوراثة سبب رئيسي في تساقط الشعر؟ حضراتكم هتجاوب على السؤال دوت، والتليفونات ظهر قدامكم على الشاشة تقدروا تتواصلوا معنا، وعندكم أي سؤال برضو تقدروا تتواصلوا معنا. لسه مكمل مع حضرتك يا دكتور بنتكلم عن الأسباب اللي بتؤدي لسقوط الشعر. سؤال عايزين نعرفه، يمكن حاليا الأسباب اللي بتؤدي لسقوط الشعر كترت عن زمان، يعني مثلا لو نتابع الأفلام القديمة نلاقي مثلا الناس شعرها كان كويس كثيف، إنما حاليا الموضوع كبر أو زاد، ليه السبب؟ هو طبعا أهم من الأسباب اللي هي أدت إلى زيادة سقوط الشعر في الفترة الأخيرة أو في السنين اللي فاتت ممكن يكون سبب الدايت او قله التغذيه السليمه، الجانك فود او الاكل اللي هو الخارجي بيبقى ناقص بروتين فبيؤدي الى برضه الى سقوط الشعر، لان هو طبعا احنا قلنا البروتين ده من المكونات الرئيسيه للشعرايه. تعرض للشمس مده طويله، البسين، نزول الميه بالكلور بتؤدي برضه الى تلف للشعرايه وبيؤدي الى سقوط الشعر. الانيميا زادت في الفتره الاخيره برضه بسبب الاهمال في الاكل او بعض الامراض الجديده اللي بدات تظهر لنا الفتره الاخيره تؤدي الى انيميا او تكسر في كرات الدم الحمراء. الضغط العصبي اللي هو بيزيد اكتر في الفتره يعني ممكن السنين اللي فاتت، الضغط الشغل والضغط الاستريس والامتحانات والحاجات دي بتؤدي الى برضه زياده سقوط الشعر زيادته في الفترات القريبه. اكيد دلوقتي يا دكتور في ادويه حديثه بتؤدي لتساقط الشعر، بص هو الادويه عموما، في ادويه عموما بتؤدي لسقوط الشعر. احنا اول حاجه طبعا قلنا الكيموثيرابي او اللي هو الادويه العلاج الكيماوي بيؤدي لسقوط الشعر. في ادويه الضغط بتؤدي برضو، بعض ادويه الضغط بتزود سقوط الشعر. في ادويه سيوله الدم بتزود برضو سقوط الشعر. في مضادات الاكتئاب لو خدناها او الادويه النفسيه لمده طويله برضو بتؤدي لسقوط الشعر. التعامل مع الكيميكالز عموما بيؤدي الى زياده سقوط الشعر. يعني في نقص الحديد طبعا، ده بعيد عن الادويه برضو عشان ما نسيت اذكره، اللي هو نقص الحديد، عشان كده احنا من اوائل التحليلات اللي بنعملها اللي هو الفيريتين او الحديد في الدم. نقص الحديد بيؤدي الى سقوط الشعر عموما، وبيبقى السقوط عادي من البصيله زي التيلوجين اوف ليفيا. في حاجات زي نقص الزنك نفسه بيؤدي الى تلف الشعرايه، يعني الشعرايه نفسها شكلها مختلف. في كمان الغده الدرقيه برضو، الغده الدرقيه من اهم من الاسباب برضو سقوط الشعر. لما بتزيد ولا لما بتقل يا دكتور؟ بص هو الغده الدرقيه بالاثنين، زادت الهرمونات بتاعت الغده الدرقيه بتؤدي الى قلت برضو بتؤدي الى نفس المشكله اللي هي سقوط الشعر. طبعا بيبقى يعني مختلف من شخص لواحد زيادته او نقصه. القشره كتير برضو في الشعر بتؤدي الى، يعني انت عارف ان اهم حاجه في فروه الراس عشان الشعر تطلع سليمه، وجود القشره بيقلل التهويه والاكسجين او بيؤدي الى برضو سقوط الشعر. دي من الاسباب المهمه جدا في سقوط الشعر. طيب لو هنتكلم يا دكتور بقى عن، يعني بيبقى في علاقه ما بين تساقط الشعر وسوء التغذيه اللي بيتبعه الشخص؟ بص هو اكيد في علاقه. تمام من اهم الاسباب اصلا سقوط الشعر قلت لحضرتك التغذيه. انت عندك جزء بيستقبل تغذيه اكل وما بيتوزعش كويس للجسم، فالشعرايه زيها زي اي جزء من الجسم، نسيج محتاج تغذيه. التغذيه ما توصلوش كويسه هتلاقي الجزء ده ناقص او تالف. فالتغذيه مهمه جدا جدا جدا، ناكل بروتينات اللي هي مناسبه جدا للشعر، الفيتامينز ما تبقاش ناقصه، مضادات الاكسده من ضمن الحاجات برضو اللي بتساعد في نمو الشعر او تساعد كمان في نشاط البصيلات والشعرايه نفسها. تمام. طيب انا حابب بس انبه على السؤال المره الثانيه، هل تعتقد ان العامل الوراثي سبب رئيسي في تساقط الشعر؟ تقدروا تتواصلوا معنا في الارقام الموجوده على الشاشه. بالنسبه دكتور للعلاجات الحديثه او الاشياء الحديثه اللي بنستخدمها زي مثلا كريمات الفرد او الجل او الاستشوار، الكلام ده كله بيبقى ضرر ايه؟ بص هو طبعا حضرتك بتتكلم على الحاجات اللي فرق بين زمان دلوقتي. الكيميكالز بقت تستعمل اكتر، ما كانتش موجوده في الاول، يعني ما كانتش موجوده بالكثره دلوقتي. هي حاليا بيبقى ليها ضرر او ضررها ايه على الاستشوار كتير. الفرد الشعر عموما بيؤدي الى برضو تلف الشعرايه، بتحرق الشعرايه نفسها. الاستشوار كتير زي ما قلت لحضرتك، الصبغات بالذات ان بيبقى تلاقي فيها امونيا وفيها اكسجين، الحاجات دي بتحرق الشعرايه نفسها فبتؤدي برضو الى سقوط شعر. تمام. اسمح لي يا دكتور، ماشي هنخلص ان شاء الله، هنتابع تقرير ونرجع لكم مره ثانيه. الذين يعانون من تساقط الشعر نصائح عمليه قبل فوات الاوان. لا تمشط شعرك بخشونه،
فالتمشيط القاسي يخدش فروة الرأس وينزع الشعرة من جذورها تالفا الجريب. أكثر من تناول البروتين أثناء وجبة الفطور، فالشعر يتألف من مادة كيراتين التي تمنحه قوته، وتنخفض نسبة إنتاج هذه المادة كلما افتقر نظام الرجل الغذائي إلى البروتين. برأي اختصاصي الشعر، إن جريب الشعر يحقق الاستفادة القصوى من البروتين إذا تم تناوله صباحا. تجنب استخدام مثبتات الشعر بتركيبة تحوي على مادة بتروليوم. هناك أدلة على أن مثبت الشعر الذي يحتوي على بتروليوم أو بارافين يسد جريب الشعر ويوقف تاليا نموها، لذا لا بد من استبدال أنواع الجل هذه بمنتجات ترتكز على الماء. تعلم تقنيات وتمارين الارتخاء. عندما يتعلق الأمر بالشعر، يبدو الحديث عن كثرة إنتاج الهرمون الذكري أمرا إيجابيا، ولكن الواقع هو أن النسبة العالية من تستوستيرون تجعل الشعر أرق، ويبدو الشعر تاليا منفصلا عن بعضه البعض. وإذا انكمش قطر الشعرة كثيرا يقف نموها تماما، وأجساد الرجال تفرز مزيدا من الهرمون الذكري كلما تعرضوا للإجهاد والتوتر. أكثر من تناول الجوز والفاكهة المجففة. نقص الحديد في الجسد يعيق نمو الشعر ويزيد من تساقطه، لذا يجب الإكثار من تناول اللحم الأحمر والخضروات والجوز والفاكهة المجففة. لا تكثر من صبغ شعرك، فتلوين الشعر مرارا يصيب الشعرة بالجفاف ما يسهل انكسارها. أقلع عن التدخين، فالتدخين يعيق تزويد جريب الشعرة بالدم. ورجعنا لكم بعد التقرير الجميل، ولسه مكملين مع الدكتور أمير. دكتور، لو هنتكلم بقى عن العلاج، طبعا العلاج بيختلف حسب نوع المرض او حسب نوع تساقط الشعر ازاي. لو هنتكلم يعني زمان كانوا بيلجأوا للكريمات، وحاليا برضو كريمات وزيوت معينه بيلجأ لها اي واحده في علاج تساقط الشعر. طيب لو هنتكلم بقى عن الطرق الحديثه او التقنيات الحديثه اللي وصلنا ليها. بص، طبعا انا لازم الاول اعرف، انا زي ما قلت لك اعرف السبب ايه. عشان كده لما بيجي المريض عندي في العياده او المريضه لازم اعمل لها التحاليل بتاعتها من شكل الشعريه، وابدا اعمل تحاليلي، ببدا اعمل السي بي سي او صوره الدم الكامله، او بعمل نسبه الفيريتين او الحديد اللي موجود في الدم، بعمل برضو الغده الدرقيه، لو شاكك ان الموضوع فيه لخبطه هرمونات فبعمل برضو التستوستيرون او هرمون الذكوره بشوف نسبته. فدي تحاليل مهمه جدا جدا قبل ما ابدا في العلاج. حضرتك قبل، لو جالك مريضه حضرتك بتلجا للتحليل الاول قبل ما تبدا العلاج؟ طبعا. ولا ممكن انا بسال الاول اسئله معينه بعرف ايه يعني سبب سقوط الشعر بيتجه ناحيه فين. شكل الشعريه برضو بيفرق معايا، بعدين ببدا اعمل التحاليل. التحاليل دي بتحدد لي حاجات كتير قوي. لو في عندي نقص في الفيريتين او الحديد ببدا اديها حديد وفيتامينات تقوي الشعر. ده بيسهل لي المهمه عشان ما ابداش اشتغل بحاجه ويطلع في الاخر غلط. بالنسبه بقى لسقوط الشعر، لما بعرف السبب، يعني زي ما قلت لحضرتك الثعلبه مثلا ده حاجه مناعيه، فبشتغل حاجه على مناعه الجلد نفسه. لو سقوط شعر هرموني بشتغل حاجه تثبط الهرمونات اللي بتؤدي لسقوط الشعر، وبشتغل ليها طبعا ادويه معينه، ماده فينستيرايد او المينوكسيديل، مادتين دول للهرمونات. بشتغل مثلا لو سقوط شعر بسبب استرس او ضغط عصبي او سوء تغذيه او بسبب مواد كيماويه، ببدا اتعامل مع المريضه وافهمها ايه الاسباب بتاعتها، حاول تبعد عنها، تحاول تهتم بالتغذيه كويسه جدا لان الحاجات دي بتفرق جدا مع الشعرايه. بحاول اتعامل مع يعني السبب وبيسهل لي موضوع العلاج. في تقنيه جديده طبعا وتقنيات جديده بقى ظهرت في الفتره الاخيره وبنتعامل بيها. كان قبل كده الميزوثيرابي بنشتغل بموضوع حقن الفيتامينز او مضادات الاكسده، بتبقى حاجه بدل ما اديها لك اورال او بديها لك بالكريمات بديها لك بالحقن الموضعي. ده بيبقى يجيب نتيجه كويسه جدا جدا في سقوط الشعر، بس ده بيبدا بيحفز الشعر انه يطلع. فلازم استمر ان انا ابعد عن الحاجات اللي عملت لي مشكله. يعني هتقول لي بعد ما عالجت شعري بدا الشعر يقع تاني، ايوه حضرتك رجعت لنفس العادات السيئه اللي كنت بتعمليها. تمام. فلازم ابعد عنها. في طبعا التكنولوجيا الجديده اللي هي البلازما او البي ار بي اللي هي البلازما ريتش بلاتلت، دي تكنولوجيا جديده وحلت لنا مشاكل كتير جدا حتى في سقوط الشعر الهرموني. دي جلسات بنديها متباعده بتبقى. طب لو تقول لحضرتك البي ار بي العلاج بيه بيبقى ازاي؟ البي ار بي دي اصلا هي عباره عن انا بسحب الدم من المريضه، بفصل منه الخلايا، بفصل منه البلازما اللي هي الخليه او الغنيه بالصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه طبعا فيها حاجات يعني بتبقى غنيه بالجروث فاكتور. الجروث فاكتور ده حاجات او معاملات نمو، معاملات نمو بتحفز الشعرايه انها تنمو، بتحفز الجلد نفسه او بتحفز يعني لو بشتغل بيها في البشره ممكن تحفز الجلد انه ينمو. تمام. اسمح لي يا دكتور اكمل مع حضرتك، بس معانا عبير من دمياط. اتفضلي يا استاذ عبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ايه، انا اختي عندها انيميا البحر المتوسط وشعرها بيقع بكثره جدا.
تمام. بيقع من كل الجوانب يا عبير ولا؟ فعايزه لها حل يعني. الدكتور بيسال حضرتك بيقع من كل الجوانب ولا من منطقه معينه؟ عندها كام سنه؟ لا، من فروه راسها كلها كامله. طيب نستاذن حضرتك توطي التلفزيون من عندك. بيسال حضرتك عندها كام سنه؟ عندها كام سنه؟ ونسبه الانيميا دلوقتي وصلت كام معاها؟ ايه؟ نسبه الانيميا اكيد بتعمل تحاليل، فنسبه الانيميا وصلت معاها كام؟ ايه اخر مره كان 9.5. 9.5. ماشي يا عبير، ارد على سؤالك. ماشي يا استاذ عبير، الدكتور هيجاوب على سؤال حضرتك. طبعا هو هي قالت نفسها المشكله الاساسيه في 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 الانيميا. في الانيميا هو طبعا علاج الانيميا وتظبيط الانيميا اهم من اي علاجات موضعيه او حاجه تستعملها. لو ظبطت موضوع الانيميا وارتفع معدل الحديد في الدم او الفريتين في الدم والهيموجلوبين ارتفع، هتلاقي النتيجه بتاعه سقوط الشعر بدات تقف خالص تماما. لو ما استجابتش بنديها حاجات اللي هي اللي انا قلت لسيادتك عليها، بندخل في موضوع اللي هو البلازما او زي ما انا كنت بتكلم عليها اللي هي البي ار بي. دي تكنولوجيا زي ما قلت لحضرتك جديده، باخد بفصل الدم، بفصل الصفائح الدمويه، بفصل البلازما اللي غنيه بالصفائح الدمويه من الدم، بتبقى فيها جروث فاكتور عالي، فبيؤدي الى بيقوي الشعرايه وبيتخن الشعرايه وبيزود معدل نموها. تمام. فده بيدينا بيحل لنا مشاكل كتير قوي احنا كنا يعني ما نقدرش نتعامل معاها. في علاجات تانية طبعا زي ما قلت لحضرتك الميزوثيرابي، ممكن احقن مواد ما اقدرش اديها برضو بالفم لاي سبب من الاسباب، زي اللي قلت لحضرتك الفعالات صوت الشعر الهرموني زي الفيناسترايد او المينوكسيدي او واحيانا بيبقى في علاجات بتقضي الاعراض اخرى. اي دواء بيتاخد ممكن المريض نفسه يقول لك انا بزهق من موضوع العلاج. وممكن برضو في مشكله تانية ان هو مثلا بياخد علاج يزود بيه شعر، بس بيزود برضو في شعر ممكن في الوجه مثلا او في مناطق ثانيه. كلام مظبوط. ده معرض بعض الفيتامينات اللي هي بناخدها لزياده الشعر بتزود الشعر في الجسم كله، فعشان كده احنا لازم نراعي الموضوع ده ونتابع الحاله. بعض العلاجات بتزود الشعر في الوجه فعلا، يعني زي المينوكسيديل لو زودنا الشعر او سقط هتلاقي بيحصل له امتصاص في الجلد وبيزود الشعر، بس هي عندها استعداد يحصل لها كده يعني. طيب. مش كل الحالات بيحصل لها كده. طيب دايما الناس بتفتكر لما احنا مثلا بنتكلم عن مشكله ونقول ان سببها وراثي، فالناس بتفتكر ان المشكله وراثيه ملهاش حل. لو جالك مريضه وعرفت ان هي بسبب موضوع وراثي، العلاج معاها بيبقى ازاي؟ اول حاجه طبعا انا لازم اتاكد ان هو سبب وراثي، فبعرف من شكل الشعرايه، بعمل لها الهرمونات بتاعتها، اتاكد الاول ان الهرمونات عندها متظبطه. لو الهرمونات مش مظبوطه او عندها خلل هرموني في مشكله زي تكيس المبيض او لخبطه في الدوره الشهريه بتاعتها، بتحاول طبعا دكتور نساء يظبط لها الهرمونات، بترجع بنديها بقى العلاجات بتاعتها. في مواد طبعا جديده وتكنولوجيات جديده بقت في موضوع علاج الشعر الهرموني. اهم حاجه طبعا زي ما قلت لك بعض المواد زي الفيناسترايد او المواد او المينوكسيديل بنستعملهم، بالبلازما نفسها كعامل مساعد في حاله سقوط الشعر الهرموني بيجيب نتائج ممتازه. مشكله الحاله بتاعت الوراثيه انها عاوزه متابعه، يعني ما ينفعش ان انا اقول لها مثلا هتاخدي كورس 4 جلسات زي ما بنسمع وهتبقي كويسه. المتابعه بتستمر قد ايه؟ لا هي ممكن بص انا طول ما هي عندها مشكله يبقى انا لازم اتابعها. يعني ممكن تشتغل، يعني ممكن تفضل تاخد جلسات حتى لو متابعه ده كل فتره، او هتاخد علاجات لكل فتره. يعني لو مريضه مثلا عايزه تيجي لحضرتك مثلا قبل ما تتجوز مثلا، بتاخد فتره قد ايه تيجي لك قبليه قبل ال بص طبعا من مش يعني انا بتكلم دايما لو عندها وقت يبقى تيجي قبلها بست شهور. ست شهور او اكتر طبعا. المده دي لان بياخد الشعر نموه 3 شهور عشان يطلع. تمام. فما ينفعش ان انا مثلا اقول لها تعالي كمان قبلها بشهر، النتيجه مش هتظهر، تظهر ممكن بعد الجواز. وتاني حاجه برضو عشان اطمن واعمل لها بتاعتها كويسه واطمن ان مفيش مشاكل تانية، بيقعد غالبا يعني من 6 شهور بيبقى ست شهور. مش اقل من كده، لو اكتر من كده يبقى احسن يعني. طب احنا لو حابين نقول كلمه اخيره، ازاي نحافظ على شعرنا سواء رجل او امراه؟ اهم النصائح اللي حضرتك تقدر تامرنا بيها او تنصحنا بيها. طبعا هي اهم النصائح البعد عن المشاكل اللي بتعمل لنا سقوط للشعر، زي الصبغات والفرد المتكرر للشعر، السشوار، التعرض للشمس، التدخين، الحاجات دي من ضمن الاسباب. التغذيه كويسه ودي اهم حاجه، النوم كويس، لان برضو النوم او الارهاق والمجهود والاسترس اللي من قبله في حياتنا بيؤدي الى سقوط شعر. حتى بنلاقي يعني بنلاقي ناس كتير جدا بتشتكي من الموضوع ده فتره الامتحانات او فتره المشاكل العاطفيه او المشاكل اللي عندهم. اهم حاجه برضو الراحه كويسه، اتكلمنا على التغذيه كويسه، ده قبل ما نعالج الشعر. تغذيه كويسه، اتاكد ان في بروتين في التغذيه، امنع الكيميكالز على الشعر خالص. ولو هتعامل على حاجه يبقى عن طريق طبيب او استعمل حاجات امنه جدا للشعرايه. يعني باش في ابعد عن الانواع الرديئه اللي موجوده طبعا عشان احافظ على التمام. الشامبوهات السيئه والكريمات الغلط، الصابون، في ناس بتستعمل صابون كمان على شعرها. يعني في حاجات كتير قوي لو بعدت عنها هلاقي في تحسن كويس جدا. التغذيه من اهم اسباب سقوط الشعر، سوء التغذيه. فعشان كده لازم التغذيه تبقى كويسه. وبعدين ابدا اعرف بقى المشكله، لو هي مش مشكله هرمونيه هتلاقي النتيجه كويسه وسهله وممكن تتعالج بسهوله. المشكله هرمونيه يبقى لازم تروح للدكتور. تمام.
في نتحة النهاردة. دكتور بنشكرك على وقتك معنا وعلى المعلومات اللي أفدتنا بيها النهاردة. كان معنا ومنورنا دكتور أمير الشرقاوي، أخصائي أمراض الجلد والليزر وتجميل الجلد. في نهاية حلقتنا النهاردة بنشكركم وبنتمنى لكم دايما يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير، وعلى أمل بلقاء جديد وحلقة جديدة الأسبوع الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو دلال يبقى لسه، والسنة دي لسه خاصة، وجبنا من الطريق قريقة للجمال. والجمال من غير بوليكا، مش محتاج ميكا في أنتيكا، زي ما احنا غنانا أهو من غير مزيكا. زيكا زيكا بلا 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 بلا